أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: نسمع من يقول بأنه لا يفتي في أحكام الجهاد إلا من كان من المجاهدين، وأن الفتوى في ذلك لا تؤخذ من غيرهم، فما يقال لهؤلاء؟ عاد تطيعونه لو قال الكلام هذا؟ العالم يفتي، العالم يفتي ويبين الحق، يبين الحق سواء كان مع المجاهدين أو ما هم مع المجاهدين، الحق يبينه ويوضحه للناس. نعم.